تتميز الثدييات عن سائر الحيوانات بأحد التراكيب التي تفرز الحليب لتغذية المولود، وهي غدد اللبن أو غدد الثدي، وتوجد هذه الغدد المنتجة للحليب في أثداء النساء، ويبدأ إنتاج الحليب في الثدي في المرحلة بين اليوم الخامس والأسبوع الثاني بعد الولادة إجمالا عوضا عن تكوين حليب اللبن. وتحدث عملية تكوين الحليب في 4 مراحل تتلخص فيما يلي: المرحلة الأولى تبدأ خلال الثلث الثاني من الحمل، إذ تؤدي الهرمونات المفرزة إلى بدء تكوين غدد اللبن للحليب، وبعدها ينتج الثديان كمية قليلة من اللبن خلال 24 إلى 48 ساعة بعد الولادة، ويمثل هذا اللبن الكثيف الحليب الأول الذي يكونه جسم الأم للطفل. المرحلة الثانية تبدأ هذه المرحلة بعد 3 إلى 5 أيام من الولادة تقريبا، عندما يحين أوان الحليب الناضج، وقد يحدث ذلك خلال 6 إلى 10 أيام أيضا، وفيها يزداد امتلاء الثديين نتيجة زيادة كمية الحليب المنتجة. ويذكر أن هناك إمكانية لتأخير إنتاج الحليب نتيجة الخضوع للولادة القيصرية، أو نتيجة استواء سطح حلمات الثديين أو انقلابها، أو حتى نتيجة الإصابة ببعض المشكلات الصحية مثل البدانة أو السكر. المرحلة الثالثة وتبدأ عندما يكون عمر الطفل 9 أيام تقريبا، وتدوم حتى انتهاء مدة الرضاعة الطبيعية، إذ يتوجب إخراج الحليب من الثديين خلال هذه المرحلة، ذلك لمواصلة تكوين الحليب، ويحدث ذلك من خلال إرضاع الطفل أو من خلال استدرار الحليب عن طريق إخراجه يدويا أو باستخدام المضخة. المرحلة الرابعة تدوم هذه المرحلة بعد آخر عملية إرضاع 40 يوما تقريبا، وفيها يقل إنتاج الحليب بشكل تدريجي ثم يتوقف. أما بالنسبة لحليب اللبن فيعرف بأنه سائل لزج أصفر أو أبيض يفرزه الثديين في النصف الثاني من الحمل وبعد الولادة لعدة أيام قبل أن يحين أوان حليب الثدي، ويتميز بأنه غني بالأجسام المضادة التي تقوي جهاز المناعة عند المولود الجديد، وهذه بعض فوائد اللبن: المساعدة في تكوين جهاز مناعة قوي يشتمل على خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة، تكوين طبقة متينة على معدة الطفل وأمعائه، وهذا بدوره مناعة القناة الهضمية، المساعدة في التخلص من الفضلات الضارة وتجنب الإصابة باليرقان. يعد اللبن غذاء متكاملا لأنه يتضمن مستويات عالية من البروتين والفيتامينات والأملاح والدهون. اللبن هو غذاء مثالي لحديث الولادة، كما أنه يشكل غذاء متكامل تستطيع معدة الطفل هضمه بكل سهولة، يعمل مثل الملين الذي يساعد في إخراج العقي وهو البراز الأول، يزود الدماغ والقلب والعينين بالتوليفة الصحيحة من العناصر الغذائية المهمة للنمو، يساهم في منع انخفاض السكر في الدم عند حديث الولادة. وتبدل محتويات حليب الثدي لتحقيق الاحتياجات اللازمة لنمو الطفل، إذ يشتمل اللبن على الأجسام المضادة ومستويات عالية من البروتين والقليل من السكر وبعض المعادن، بينما يشتمل الحليب الناضج على كميات أعلى من الفيتامينات والسكر والدهون والمعادن إلى جانب كمية أقل من البروتين، لذلك يوصى بإرضاع الطفل حتى ينتهي تدفق الحليب للمساهمة في تزويده بأكثر العناصر الغذائية، إذ أنه يحصل على أكبر قدر منها عند انتهاء جلسة الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى احتواء الحليب الناضج على المياه والأحماض الأمينية وبعض المواد التي تقوي دفاعات المناعة عند الطفل مثل الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء والإنزيمات، وقد وجد احتوائه على أكثر من 200 عنصر مفيد. ويذكر أيضا أن حليب الثدي يبدل من الحليب الأول الغني باللاكتوز والمياه إلى الحليب الآخر الغني بالسعرات الحرارية والدهون.